بنشوف بقى الارصاد الجويه النهارده بتقول لنا ايه. النهارده هيبقى فيه طقس شديد الحراره على القاهره الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، جنوب البلاد، حار على السواحل الشماليه، معتدل الحراره ليلا على كافه الانحاء. كمان بتنشط الرياح على بعض المناطق وده بيقلل الاحساس بارتفاع درجات الحراره، بس بيبقى بحاجه بسيطه لان نسبه الرطوبه للاسف مرتفعه، وهو ده اللي بتقوله كمان هيئه الارصاد، ان في ارتفاع في نسب الرطوبه نهارا وده بيزيد بالاحساس بدرجات الحراره. يعني بنتكلم ما بين دايما يعني بيبقى الرطوبه عاليه، بنتكلم ما بين 2 ل 3 درجات زياده، وساعات بتوصل 4 درجات مع ارتفاعات الرطوبه ومع وجود نشاط، بس بيبقى قليل وبيبقى بالليل يعني في اغلب المناطق، فيعني ملوش تاثير قوي. يعني لسه يمكن الدكتوره منار غانم كانت معانا امبارح وقالت ان يعني الرياح ما بتاثرش قوي في موضوع نسبه الرطوبه العاليه، لكن نتوسم خير ان شاء الله الايام الجايه، وخصوصا بقى مع اجازات العيد وفي ناس كتير هتسافر وناس كتير هتصيف وكده. كل سنه وانتم طيبين، سواء كانت الدنيا حر، الرطوبه عاليه، الرطوبه مش عاليه، المهم تستمتعوا برحلتكم، تستمتع بالعيد، وكل سنه حضراتكم طيبين. خلينا بقى سريعا نشوف بيان مفصل بدرجات الحراره.